ارسم الترتيب الالكتروني للنيتروجين. تمام، اولا ارسمه، هذا الغلاف الاول ايش قد يشيل؟ اثنين، هاي واحد وهاي اثنين. الغلاف الثاني يشيل ثمانية. هنا تجي التشفصات مال الطلاب او الاخطاء. شلون؟ قبل يخلي ثمانية ما يصير ياخي ثمانية. انت عندك سبعة، خذت من عدها اثنين، ايش قد باقي؟ باقي خمسة، ترسم لي بس الباقيات من العدد الكلي اللي هو خمسة. ايش راح تقول لي؟ واحد، هاي اثنين، ثلاثة، أربعة، الخامس وين تخليه؟ وين ما تريد تخليه؟ أنا راح أخليه هنا. تمام؟ هاي رسمت خمسة وذن اثنين، ستة، سبعة. إذا هذا N يساوي لنا سبعة. زين، هذا السبعة، هذا ايش راح يصير؟ فقدان لو اكتساب؟ ما أعرف، ما أعرف أنا لا فقدان ولا اكتساب. شيء أباوي على الغلاف الخارجي، الغلاف الخارجي هذا عوزة واحد. هذا عوزة واحد، وهنا عوزة واحد، وهنا كذلك عوزة واحد. احنا قلنا بالشرط بالملاحظات اذا كان بالغلاف الخارجي خمسة او سبعة، يعني خمسة او سبعة، راح شو تصير؟ عملية اكتساب. تصير عملية اكتساب. هسا هذا خمسة، خب ما يفقد ذن الخمسة كلهن؟ لا، يقول لك انا خمسة هواية، لازم شنو؟ تطيل ثلاثة ما تطيل خمسة. اذا ارسمه في حالة الاكتساب، هذا الان، هاي اثنين، وافتح غلاف ثاني، هنا خمسة وثلاثة ثمانية، مو راح يكتسب ثلاثة؟ يعني ايش قد يصير ثمانية؟ هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا الآن هسه زاد اكتسب بالاعتبار صار عشرة. هذا هنا سهم أو قوس، يعني ايش قد اكتسب؟ اكتسب ثلاثة، هاي الثلاثة شو خلي عليها؟ موجب لو سالب؟ اكتسب سوالب، اكتسب الكترونات. إذن سالب. تمام؟ تمام. آيون، هسه هذا آيون سالب لو آيون موجب؟ أكيد آيون سالب، ليش؟ لأن اكتسب سالبية، اكتسب ثلاث إلكترونات غريبات عليه اللي هن ذني، بما أنه اكتسب سالب إلكترون إذن هذا آيون سالب. تمام، حل أنت هذا الواجب وهذا الواجب. تمام، خلي حلك أنا هذا القصير وأنت عليك هذا. تمام، واكتب لي بالتعليقات آيون الفلور اللي هو تسعة، هل هذا آيون موجب لو سالب؟ اكتب لي بالتعليقات هسه بعد ما تفهم الحل وترتبه، اكتب لي بالتعليقات الفلور هل هو آيون موجب لو آيون سالب. زين، راح اجيك على الليثيوم، هذا الليثيوم Li، ايش قد العدد الذري مالته؟ ثلاثة. اذا الغلاف الاول شي يشيل؟ يشيل اثنين. والغلاف الثاني راح تقول يشيل ثمانية، بس أنا ما عندي ثمانية، زاد واحد بس، وحدة يعني بقت عندي، هاي ثلاثة كافي. إذا كان واحد شنو هذا؟ يفقد، قلنا احنا واحد إلى ثلاثة يفقد، بس هو مو يفقدهن كلهن، لا يفقد بس الغلاف الأخير، بس الغلاف الأخير راح ينفقد. فإذا هنا هذا مو الليثيوم ثلاثة، هنا راح يفقد Li، راح يصير اثنين إلكترونات، يعني الـ Li راح يصير اثنين. تمام، يعني بقى بي بس اثنين الكترونات. زين، هاي العملية مال الفقدان، فقد شي سالب، ايش بقى بي؟ بقى بي موجب، فش اقول عليه؟ ش اقول؟ اقول عليه آيون موجب، في حالة الفقدان راح يصير آيون موجب، اذا موجب واحد، وهنا أنا اكتب آيون موجب، هذا قول عليه آيون موجب. طلع لي أنت الناتج مال هذا، هل هو الفلور آيون موجب لو آيون سالب؟ تمام طلاب، إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم بخصوص الفصل الأول.